مرحبا، كيفكم؟ فيديو اليوم راح يكون عن الحصول على جواهر في تحديث ميراكل ستراند جايز. هاي طرق جديدة حتى تربحوا عدد من الجواهر، وهي طرق كثير كثير سهلة، يعني ما لازم تشحنوا ولازم تعملوا اشياء كثير صعبة، فتابعوا الفيديو للأخير. فليتس جو جايز. طبعا جايز، اول طريقة اللي هي من الهدايا تبع هذا التحديث، فيها مجموعة هدايا، ومن ضمن هاي الهدايا في جواهر اللي هما 8 جواهر. فغالبا كلكم حصلتوا على هاي 8 جواهر، فانه هاي هدايا كثير كثير حلوة وكثير سهل انكم تحصلوا عليها، وما بدكم هيك انه تعملوا كثير شيء صعب، بس شيء واحد لحتى تحصلوا على هاي 8 جواهر، اللي هو انكم تلعبوا هذه اللعبة. فلازم تلعبوا هاي اللعبة، وبعدين راح يزيد هذا الخط إلى ما يوصل لرقم 9 اللي هي 4 جواهر الأولى، ثم يستمر ويوصل لرقم 11 واللي هي 4 جواهر الأخرى. فهي طبعا جايز الطريقة الأولى باختصار. أما بالنسبة للطريقة الثانية اللي هي من خلال المهام تبع هذا التحديث، في مجموعة مهام تدخلوا إلها من هنا، فاللي هي تبع ميراكلس ليدي باج اللي هي تبع هذا التحديث، وفيها هون مهمات. هاي المهمات بتعطيكم 4 جواهر 4 جواهر 4 جواهر، أو جوهرتين جوهرتين جوهرتين. فأنا هيك كل مرة راح تحصلوا على مجموعة جواهر، وكمان بالإضافة للمهام والهدايا تبع الدعسوقة. فيا جايز، هاي هما أشهر طريقتين بهذا التحديث هتحصلوا على جواهر مجانية وبطريقة كثير كثير سهلة. فتابعوني على الانستغرام، وطبعا الرابط يكون دائما في صندوق الوصف، واشتركوا في القناة، وبشوفكم في الفيديو القادم. باي باي.